بكم مستمعينا مستمعاتنا في ساعة ثانية من اللقاء المفتوح، ونبدأها بفقرتنا مع الدكتور أمين المسفر المختص في أمراض النساء وتوليد بالدار البيضاء. صباح الخير دكتور. صباح النور. نعم شبا، مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. شكرا لا شكرا على الاستضافة. سنتحدث عن الدورة الشهرية لدى المرأة وهي مؤشر لمرحلة البلوغ دكتور أمين المسفر، وكذلك هي مجموعة من التغيرات التي تحدث في جسم المرأة. نعم نعم. أنا بالنسبة للدورة الشهرية، أول حاجة بغيت نعرف المستمعات ما معنى ما هي الدورة الشهرية. هي عبارة عن ذلك الفترة الزمنية من أول ظهور الحيض إلى ظهور الحيض الموالي. نعم. هذه الفترة كل شهر يقعوا كما قلتي تغيرات هرمونية وفيزيولوجية في جسم المرأة للاستعداد للحمل. نعم. نعطيك مثلا بطانة الرحم كل شهر تنمو وتتهيئ لاستقبال هذه البويضة المخصبة أو البيبي، وهذا الشيء كل شهر. نعم. في حالة إلى ما كانش هناك حدود حمل فذاك البطانة الرحم تنطلق وكتهبط على شكل دورة شهرية. نعم. هو موضوع يبدو عادي. نعم. معروف عند كل امرأة، ولكن الأهمية دياله من في أنه مؤشر رئيسي على الصحة الإنجابية ديال المرأة. نعم. إذن واجب على كل امرأة أو سيدة صغيرة أو كبيرة تكون على دراية بالتقلبات الغير طبيعية اللي كتحدث في الدورة الشهرية باش تدرك الوضع ديالها وتعالج أقرب وقت حتى تحافظ على الصحة الإنجابية ديالها. نعم. طيب ما موعد الدورة الشهرية الطبيعية دكتور أمين المسفر، ومتى نقول أنه دورة شهرية غير طبيعية وهناك خلل ما؟ نعم، هذه النقطة مهمة بزاف، خاصة على كل امرأة تعرف ما هو الوضع الطبيعي للدورة الشهرية. نعم. فأي اختلاف على الوضع الطبيعي، وهذه قاعدة يأخذها السيدات، يعد أمر غير طبيعيا. وباش نبسطوا الأمور، عندنا أربعة الحوايج يخصنا نعقلوا عليهم كوضع طبيعي للدورة الشهرية. أولا الانتظام الزمني. نعم. يعني كل شهر كتجيها في نفس التوقيت. نعم. مثلا بالنسبة للسيدة اللي عندها كل 28 يوم غتولي كل شهر في 28 يوم، وهذا لا يعني أن السيدة اللي عندهم 30 يوم ولا 32 يوم لا يعد طبيعيا. أنا كنهضر على الانتظام الزمني. يعني بالنسبة للسيدة اللي عندهم كيجيهم مثلا في واحد الوقت معين يبقى يتعودوا في نفس الوقت، ولكن داخل إطار بين 21 و 35 يوم. نعم. يعني السيدة اللي عندها مثلا 33 يوم وكتجيها كل شهر منتظمة في 33 يوم، هذا أمر يعتبر طبيعي. نعم. أما في حال إذا كانت أكثر من 35 يوم أو أقل من 21 يوم فهذا يعتبر أمر غير طبيعي. ثانيا المدة. نعم. المدة ديال الرجل هي من يومين حتى 7 أيام. نعم. ثالثا الكمية، والكمية كتكون معتدلة. علاش دكتور من يومين حتى 7؟ يعني كاين يعني سيدات ممكن يديروا يومين في الدورة الشهرية يعني في الحيض ديالهم. يومين يعتبر عادي. عادي جدا. لكن يوم واحد لا. يومين يعتبر عادي. نعم. عادي. بزاف من الناس السيدات كيتخدعوا تيجيو عندنا العيادة لا تقول لك راه يومين صافي هذا هو وحدها. لا لا هي بالعكس راه خصها تفرح لانه ما كيكونش هناك ذاك النزيف فما كتصابش بفقر الدم. على عكس السيدات اللي عندهم 6 ايام ولا 7 ايام كيبقاو ينزفوا. نعم. شكرا لك. تحدثت عن النزيف، ما سبب هذا النزيف؟ واش هو نزيف ديال الرحيم؟ واش هو نزيف ديال الجسم كامل؟ منين كيجي هذا الدم؟ احنا مدروكين بالوقت. نخليو هذا الحلقة المقبلة وحتى الآلام الدورة أنا أريد أن أتطرق خاصة لعدم الانتظام الزمني اللي هو أول حالة غير طبيعية. إذا هضرنا على الانتظام الزمني، هضرنا على المدة، الكمية كذلك هضرنا عليها خاصة تكون بين 30 و 50 ميلي، وباش نشبوها بحال جوج ولا ثلاثة المعلقات كبار. إذا المدة كاملة ما خصهاش تفوت ثلاثة المعلقات كبار. واخيرا هاد لي راجل ما خصهمش يكون معاهم الالام ديال الحاد، يقدر يكونوا بعد التقلصات اللي غايمشيو بالباراسيتامول، ولكن ما خصش يكون داك الالم الحاد اللي كتبعي تمشي للمريضه للمستشفى وتدرك بالحقن وهذا الشيء، هذا يعتبر امر غير طبيعي. إذا هضرنا على أربعة الحالات الطبيعية. إذا أي خلل في هذه الأربعة ديال الحالات يعتبر أمر غير طبيعي، واليوم كما قلت لك غادي نطرقوا للخلل في الانتظام.
لان هذا مهم بزاف على السيدات يعرفوه، لان اي خلل في الانتظام هذا كيدل على مشاكل في الاباضه. نعم. والتذكير المشاكل في الاباضه غنقسموها لقسمين. نعم. اما السيده ما كتكونش عندها بالمره الاباضه، وهذا كيظهر على شكل انقطاع الطمث، يعني المراه ما كتجيهاش اللي غاكل بالمره. يعني ان المراه ما كديرش الاباضه. اما كيكون ضعف التبويض. وهذا المصطلح كيخرج بزاف ملي كتجي السيده عندها كيقول لها راه عندك الضعف، هي ما كتفهمش ما معنى ضعف التبويض. نعم. الضعف ديال التبويض هي معنى اباضه كاينه. نعم. السيده كدير الاباضه، ولكن كديرها متاخره في الدوره. وينتج على ذلك انها ما كتكونش جيده، وبالتالي كلتا الحالتين يكون مشكل في الخصاب، سواء انعدام الاباضه او ضعف التبويض، هذو جوج بالحالات للسيدات كيكون عندهم مشاكل على مستوى الخصوبه. طيب فقط السؤال، بما انك تحدثت يعني على التبويض لدى المراه، متى نعم. يعني يحدث هذا التبويض؟ يعني في اي توقيت دكتور أمين؟ هو بالنسبه لشحال السيده عندها الدوره؟ نقولوا عندها 28 عندها منتظمه 28 يوم، كتحيد 14 يوم من الدوره مثلا، كتجيها 28 ناقص 14 يوم، كتجيها في 14 يوم نهار 14 من الدورة. بالنسبة اللي عندها الدورة فيها 32 يوم، نحيدوا 32 من نهار 14، فكيعطي كيعطي كديرها شوية متأخرة. يعني بالنسبة للسيدة اللي عندها الدورة الشهرية فيها 30 يوم، دائما حنا كنحيدوا هذيك 14 يوم، فهذه كتكون عندها الإباضة 16. كدير 30 ناقص 14 يعني كدير الإباضة 16. بالنسبه اللي عندها دوره 31 يوم كدير الاباضه 17. نعم. بالنسبه للسيده اللي عندها 32 كديرها 17 يوم. نعم. اذا هذا بزاف السيده خاطئين كيحسبهم باش يحمل يدير خصهم يديروا العلاقات في منتصف الدوره، وهذا شيء خطا. منتصف الدوره بالنسبه للسيده اللي عندها 28 يوم. اما بالنسبه للسيده اللي عندها 33 يوم وهو امر طبيعي، فالاباضه كتعطل شويه. نعم نعم. طيب 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 متى تتوقف؟ تفضل دكتور. نرجعوا للاسباب ديال المشاكل ديال الاباضه، لان هذه النقطه راه مهمه بزاف. لان هضرنا لان من بين الاعراض اللي كيكونوا عند السيده اللي ما كتكونش عندها دم منتظمه، كيكون مشاكل الاباضه. وهذه مشاكل الاباضه الاسباب ديالها غنقسموها لخمسه اسباب رئيسيه. اولا تكيس المبيض. حنا كنعرفوا تكيس المبيض هو شائع في المجتمع ديالنا، والاعراض ديالو يعني داك اللي هضر تكلم معي في الحلقه السابقه، مشاكل ديال الشعر الزائد، ومشاكل ديال حب الشباب، والوزن كيكون زايد، وبزاف الاعراض اخرى. اذا هذا السيدات اللي عندهم هذه الاعراض ديال مثلا الشعر الزائد، مشاكل هرمونيه او خلل هرمونيه، ضروري 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 باش مع الطبيب اللي غيقوم بالتشخيص. واخا. هنا كذلك كنبحثوا على مشاكل على مستوى هرمون الحليب. من بعد السيدات اللي واخا ما كيردعوش عندهم ذاك هرمون الحليب طالع في الدم. ايه. هذا كيأثر لهم على الدوره الشهريه، وكيكون عندهم الدم دوره غير منضبطه. نعم. ونفس الشيء بالنسبه للغده الدرقيه. يعني ملي كتكون ذاك الغده الدرقيه هي ذاك الغده اللي كاينه في اسفل العنق، واللي تسمى ذاك الهرمونات ديال الغده ديال الثيرويد، كيكون بعض المرات ما كتخدمش مزيان، يكون هناك قصور في الغده الدرقيه. نعم. وحنا كنعرفوا اللي هذو هرمون الثيرويديان هي مايسترو الهرمونات. مايسترو تماما. نعم. كيدخل في عمليه الايض الجسم كامل. تماما. اذا اي اذا ومن بين العمليات عمليه الاباضه. اذا إذا عندك اضطراب في الدورة الشهرية ضروري تجي عند الطبيب. وحنا الحمد لله عندنا وسائل، عندنا ليكوغرافي فحص الصدى، وكنستعينوا بالتحاليل المخبرية. نعم. كنعبروا بالهرمون ديال الحليب، الهرمون ديال الثيغويد. واحد النقطة أخرى بغيت نشجعها أستاذة، هو أن العامل النفسي كيلعب دور كبير، لأن بعض الأحيان كنلقاو لا تكيس بالمبيض، لا مشاكل في الغدة، لا مشاكل بالحليب، وكنلقاو العامل ديال السيده مترة عند القلق، كتكون عندها نفسيه وتوتر عصبي. نعم. ممكن يقدر هو بوحدو. نعم. بوحدو ما عندها حتى شي عامل عضوي، عامل نفساني بوحدو يقدر يعطل لها الدوره لشهر ولا شهرين. نعم. اتباع بعض الحميات الغذائية ممكن أن يؤثر على الدورة الشهرية وتأخر ديالها أو عدم انتظامها. نعم. دكتور أمين.
نعم نفس الإطار، المرأة ديما كتعطيها نصائح خاصة تبعد على اللحوم الحمراء، على السكريات، على الأطعمة اللي عندهم. هي بعض الحميات يعني ليست بغذائية، ولكن يعني بعض الأنظمة اللي يعني تعطي أملا لفقدان الوزن عند المرأة، فبالتالي يعني كتكون البرمجة ديال هذه التغذية هذه غير متوازنة وغير صحية وغير نعم سليمة. نعم نعم فتؤثر نعم على اضطراب الدورة الشهرية. نعم نعم. في نفس السياق كاين بعض الحالات ديال الفقدان الشهيه العصبيه عند بعض السيدات. نعم. هو مرض هذا ما كتجيش الشهيه نهائيا بالمره. نعم. فهذه السيده كنعيطوها بالفرنسيه لانوريكسي مونتال، وهذه الحاله كذلك تقدر تسبب اضطراب في الدوره الشهريه. طيب سليمة معي في الفيسبوك تسألك دكتور أمين، المسفر في أيام الحيض هل على المرأة أن تمارس الرياضة، وكيف يمكن أن تتعامل مع أيام راحة الرحم في هذه المرحلة هذه؟ هو الرياضة هي محمودة في جميع مراحل الحياة، ولكن مرحلة الحيض دير بعض الرياضات ديال الاسترخاء واليوغا، ماشي بالضروري داك الرياضات شديدة العنيفة. لا نعم. طيب بالنسبة للحمام الدوش دكتور تسأل نفس السؤال. الوغ بالنسبة للسيدة تكون عندها داك الآلام ديال الدورة، لا بأس دير شوية ديال الماء يكون شوية دافئ، داك السخونية وهادشي كتهمد عليها، ومن بعض الأحيان كتهمد داك التقلصات ديال التشنجات على مستوى الرحم. بمعنى انه السيا ما تدوش ما تمشي الحمام ما والو، تبقى يعني محافظ على راحه. هو الحمام احسن لانه سخون بزاف. نعم. ولكن تقدر غير الظهر دير واحد الدوش شويه سخون ودير الاسترخاء، واخا تكون فيها ما كاين حتى شي اشكال. نعم. دكتور امين مسفر مختص في امراض النساء والتوليد بالدار البيضاء، شكرا لك.